أعزائي الطلبة وطالبات الصف الثالث إعدادي، أهلا وسهلا بكم في قناة مدرستنا مع مادة العلوم تحت إشراف ورعاية وزارة التربية والتعليم. في حلقة النهاردة هنتكلم عن أو هنراجع مع بعض الوحدة الثالثة والوحدة الرابعة. الوحدة الثالثة اللي هي الكون، والوحدة الرابعة اللي هي الانقسام الميوزي والميتوزي والتكاثر الجنسي واللاجنسي. تعالوا مع بعض نشوف حلقة النهاردة. أعزائي الطلبة، هنراجع النهاردة أول شيء اللي هو الوحدة الثالثة اللي بيتكلم عن الكون. هناخد أسئلة من بنك المعرفة، بيقول لي ضع صح أو خطأ. تكون الكون من تلاحم جسيمات الأكسجين والنيتروجين. العبارة دي صحيحة ولا خاطئة؟ طبعا العبارة دي خاطئة، لأنه أصلا الكون تكون من إيه؟ من الهيدروجين والهيليوم. بيقول لي النظام الشمسي يحتوي على العديد من النجوم. طبعا دي خاطئة، لأنه أصلا النظام الشمسي أو المجموعة الشمسية بتتكون من نجم واحد وثمان كواكب. النجم العابر أكبر نجم ممكن أن تراه من سطح الأرض. طبعا العبارة دي خاطئة، لأنه النجم اللي أنا بشوفه النجم العابر ده مش بشوفه من سطح الأرض، اللي بشوفه من سطح الأرض هي النجم الذي يسمى الشمس. نشأ الكون من الانفجار العظيم. معلومة دي صح، قلنا الكون نشأ من الانفجار العظيم. تعال نشوف نوع تاني من الأسئلة، اسمه اكتب مصطلح علمي. بيقولي أكبر نجم يمكن مشاهدته من كوكب الأرض هيبقى إيه؟ الشمس. قرص مستدير غازي متوهج يدور حول نفسه ويفترض أنه كون المجموعة الشمسية. القرص ده هو إيه؟ السديم. القوة التي تحافظ على استمرار دوران الكواكب في مداراتها، القوة دي هي قوة الجاذبية، القوة الكاذبة للشمس. المسافة التي يقطعها الضوء في السنة وهي وحدة قياس المسافات ما بين النجوم. وحدة المسافات ما بين النجوم اسمها ايه؟ السنة الضوئية. مجموعات المجرات التي تدور معا في الفضاء دي اسمها ايه؟ عناقيد المجرات. مجموعات النجوم التي تدور معا في الفضاء الكوني بتأثير الجاذبية. مجموعة النجوم هي ايه؟ هي المجرات. مجرة تحتوي على المجموعة الشمسية وتشبه اللبن المسكوب او القش المنثور. دي المجرة بتاعتنا اللي هي ايه؟ مجرة درب التبانة او الطريق اللبني. التباعد المستمر بين المجرات في الكون نتيجة حركتها المنتظمة. دي اسمها تمدد الكون. الغازين المكونين للمادة لمادة المجرات. الغازين الأساسيين لمادة المجرات هي غاز الايه؟ الهيدروجين والهيليوم، بحيث يبقى الهيدروجين بنسبة 75 والهيليوم 25%. عرف. بيقول لي عرف المجموعة الشمسية، يعني ممكن يجي لي عادي سؤال عرف في الامتحان، إيه هي المجموعة الشمسية؟ بمنتهى البساطة هي الشمس والثمان كواكب. تحتوي على نجم واحد هو الشمس وتدور حوله الثمان كواكب. الانفجار العظيم، قلنا هو انفجار هائل حدث من 15,000 مليون سنة ونتج عنه كل أشكال المادة والطاقة والزمن والفضاء وتبعه عمليتي تمدد وتغيير مستمرين. فالانفجار العظيم هو الانفجار اللي نشأ منه الكون. الكون هو الفضاء الواسع الممتد اللي بيحتوي المجرات والنجوم والكواكب وكل الخليقة. بعد كده ممكن نقول ايه هو السديم. السديم هو كرة غازية متوهجة تدور حول نفسها ويفترض انها نشأت منها المجموعة الشمسية. بيقول لي قارن بين. احنا دلوقتي اخدنا قبل يعني من شوية قلنا الكون نشأ من ايه؟ من الانفجار العظيم. عايزين نعرف نشأت المجموعة الشمسية من ايه؟ كان في نظريات اخدناها في كتاب الوزارة، قلنا ثلاث نظريات، هي في نظريات كتيرة بس اللي علينا الثلاث نظريات دول، نظرية السديم ونظرية النجم العابر ونظرية الحديثة. عايز اعرف اعمل مقارنة من الثلاث نظريات من حيث العالم والايه
العالم وأصل المجموعة الشمسية في كل نظرية. يبقى أنا عايزة اسم النظرية. أنا عندي كم نظرية؟ تلاتة، النظرية السديم والنجم العابر والنظرية الحديثة. اسم العالم هنا في بتاعة السديم كان اسمه لابلاس، في النجم العابر كان اسمه تشامبرلين ومولتن، في النظرية الحديثة كان اسمه إيه؟ فريد هويل. أصل المجموعة الشمسية في نظرية السديم كان اسمها إيه؟ السديم. أصل المجموعة السديم اللي هي الكرة الغازية المتوهجة. في النجم العابر كان أصل المجموعة الشمسية هي الشمس. في النظرية الحديثة كان أصل المجموعة الشمسية نجم آخر غير الشمس. برضو الأسئلة المهمة زي سؤال ماذا يحدث لو أو ماذا يحدث عندما يقترب أو اقتراب النجم العابر من الشمس. لما اقترب النجم العابر اللي هو النجم الضخم ده من الشمس جذب جزء من الشمس اللي هو المواجه للنجم. انفجار ماذا يحدث لو حدث انفجار للجزء الممتد من الشمس. لما انفجر الجزء الممتد من الشمس طلعت عندي خط غازي وتحررت الشمس من جاذبية النجم. ماذا يحدث لو أن السديم فقد حرارته؟ لو السديم فقد حرارته هيتقلص حجمه وتزداد سرعته. انفجار النجم الواقع جانب الشمس بسبب التفاعلات النووية على حسب النظرية الحديثة. عشان النظرية الحديثة قالت انه اساس المجموعة الشمسية نجم اخر غير الشمس، فلما انفجر النجم ده حصل ايه؟ بيقولي تؤدي قوة الانفجار الى اندفاع نواة هذا النجم بعيدا عن جاذبية الشمس. يعني نواة النجم ده هربت من جاذبية الشمس وتكونت عندي سحابة غازية حول الشمس اللي هي بعد كده بردت واتكثفت وعملت لي الثمان كواكب. هناخد سؤال تاني اسمه اكتب مصطلح علمي. بيقولي الألياف التي تمتد بين قطبي الخلية في الطور التمهيدي وتختفي في الطور النهائي، الألياف دي هي ايه؟ الألياف المغزلية. هو نوع من الانقسام الخلوي الذي يحدث في الخلايا التناسلية، حيث تنقسم الخلايا إلى أربع خلايا جديدة وتحتوي كل خلية على نصف عدد الكروموزومات خلية الأم. طبعا الانقسام ده اللي هي الخلية بتتقسم إلى أربع خلايا كل واحدة فيها نصف عدد كروموزومات الخلية الأم، ده الانقسام الميوسي. السؤال ده تابع اكتب مصطلح علمي. بيقول لي هي خلايا تنقسم بالانقسام الاختزالي اللي هو الميوزي وتحتوي على عدد ثنائي من الكروموزومات، هتبقى ايه؟ الخلايا التناسلية. هي مجموعة من أربع كروماتيدات تنشأ من تقارب كروموزومين متماثلين من بعضهما أثناء الطور التمهيدي الأول من الانقسام الميوزي. المجموعة دي هي المجموعة الرباعية. هي ظاهرة تحدث في نهاية الطور التمهيدي الأول من الانقسام الميوزي، حيث يتم تبادل جينات الكروماتيدات الداخلية للمجموعة الرباعية. الظاهرة هي دي ظاهرة العبور. نوع من الانقسام الخلوي الذي يحدث في الخلايا الجسدية، حيث تنقسم الخلية إلى خليتين جديدتين كل منها يحتوي على نفس عدد الكروموزومات للخلية الأم، الانقسام ده الانقسام الميتوزي. بيقول لي وصل ألف بما يناسبه من المجموعة ب، الخميرة والإسفنج والهيدرا، وقدامي كمان الأميبا ونجم البحر والطحالب والفطريات والبطاطس، دي المجموعة ألف. مجموعة ب كاتب لي نوع التكاثر الجنسي، التكاثر اللاجنسي، كاتب لي التكاثر الخضري، التكاثر بالجراثيم، التكاثر بالانشطار الثنائي، التكاثر بالتبرعم، التكاثر بالتجدد. يعني كاتب لي كل أنواع التكاثر اللاجنسي، بس عايزني أوصل الكائن بإيه؟ بنوع التكاثر اللاجنسي الخاص بي. فبيقول لي الخميرة، الخميرة عادة بتعمل إيه؟ هي والإسفنج والهيدرا بتتكاثر لاجنسيا بالتبرعم. طب الأميبا، الأميبا بتتكاثر لاجنسيا بالانشطار الثنائي. نجم البحر بيتكاثر لاجنسيا بالتجدد. الطحالب والفطريات تتكاثر لاجنسيا بالجراثيم. البطاطس ده تكاثر لاجنسي بالتكاثر الخضر. بيقول لي ماذا يحدث لو إزالة نواة الخلية.
طبعا احنا عارفين ان الخلية بتحتوي على كروموزومات، والكروموزومات هي تعتبر شيء مهم لعملية انقسام الخلية. فلو أزلنا نواة الخلية لن يحدث انقسام للخلية، وممكن كمان الخلية تموت. لا يحدث الطور البيني قبل انقسام الخلية. احنا عارفين الخلية بتتبع حاجتين، يا انقسام ميتوزي يا انقسام ميوزي. قلنا الانقسام الميتوزي ده اللي بيحدث في الخلايا الجسدية، علشان بتبقى فيها ايه، الخلية بتقسم نفسها الى اتنين، وكل فيها كل خلية ناتجة بتحتوي على عدد كامل من الكروموزومات، وبيحدث قلنا في الخلايا الجسدية. قبل ما تمر المرحلة دي بعملية الانقسام الميتوزي بتمر بمرحلة الطور البيني، وبرضو انقسام الميوزي اللي هي الخلية الواحدة تقسم نفسها الى اربعة، قبل ما تعمل العملية دي بتعدي بمرحلة الطور البيني عشان تضاعف او تكثف المادة الوراثية استعدادا للانقسام. يعني بتجهز الخلية لإيه؟ لتكثيف المادة الوراثية استعدادا للانقسام. فلو الطور البيني ده ما حصلش يبقى لن تتكثف او لن تتضاعف المادة الوراثية، لن يتم تضاعف المادة الوراثية، ولن تحصل كل خلية من الخلايا الناتجة على نسخة كاملة من المادة الجينية. السنتروسوم يختفي من الخلية الحيوانية. احنا عارفين السنتروسوم ده ليه دور مهم في عملية تكوين الألياف المغزلية اللي هتمسك ايه الكروموزومات. فلو ده السنتروسوم مش موجود يبقى لن تستطيع الخلية تكوين خيوط المغزل او الألياف المغزلية، وبالتالي لا يكتمل انقسام الخلية. يفقد حيوان نجم البحر احد اذرعه وكان يحتوي على جزء من القرص الوسطي، يبقى في الحالة دي سوف يتكاثر بالتجدد ويعطي فرد جديد. ماذا يحدث عندما تنقسم خلية الأميبا ثلاث انقسامات؟ احنا عارفين لو الأميبا انقسمت انقسام واحد هتديني ايه؟ خليتين. طب الخليتين اللي ناتجوا انقسموا كمان مرة هتديني كام؟ هتديني أربعة. طب الأربعة دول هينقسموا للمرة الثالثة هيدوني ايه؟ تمن خلايا، كل واحدة فيها عدد كامل من الكروموزومات. إذا خلية الأميبا لو عملت ثلاث انقسامات ميتوزية هتديني تمن خلايا، مطابقة طبعا لخلية الأم. نضع فطر الخميرة في محلول سكري دافئ. لو حطينا الخميرة، الخميرة دي كائن حطيناها في مية دافية بسكر، هيحصل لها ايه؟ تكاثر بالتبرعم اللي هي البابلز اللي بتطلع من الخميرة لما بنيجي نخمرها، يتكاثر فطر الخميرة بالتبرعم. يندمج الحيوان المنوي للذكر لذكر الإنسان مع البويضة. لو اندمج الحيوان المنوي مع الذكر هيديني ايه؟ الزيجوت او اللاقحة اللي فيها عدد كامل من الكروموزومات. يتكون الزيجوت وبها عدد كامل من الكروموزومات اللي هو 2N او 2N. اختر الإجابة الصحيحة. عدد الكروموزومات في الحيوانات المنوية هو ايه؟ عدد الكروموزومات قد ايه من عدد الكروموزومات في البويضة؟ هل هي المضاعفة ولا نصف ولا مساوي؟ احنا عارفين الامشاج اللي هي الحيوانات المنوية وحبوب اللقاح والبويضة كل دي فيها عدد ايه؟ نصفي، اللي هو ايه؟ نص عدد الكروموزومات. فلما اقول لك عدد الكروموزومات في البويضه يساوي عدد الكروموزومات في الحيوانات المنويه يساوي عدد الكروموزومات في ايه؟ في حبوب اللقاح. العدد هنا ايه؟ مش يعني يساوي، انا قصدي يعني عدد منصف. فبنقول هنا بالنسبه للحيوانات المنويه والبويضه هيبقى تبقى الاجابه ايه؟ مساويه. في الانقسام الميتوزي ترتص الكروموزومات في منتصف الخليه في الطور ايه؟ احنا عارفين في الطور الميتوزي عندي ايه؟ عندي أربع أطوار، الطور التمهيدي والطور الاستوائي والطور الانفصالي والطور النهائي. أهم طور عندي التمهيدي، التمهيدي اللي بيختفي فيه الغشاء النووي والنوية وبتتكون خيوط المغزل وبتظهر عندي المادة الكروماتينية تتحول إلى كروموزوم، والخيوط المغزلية بتمسك إيه؟ الكروموزوم من السنترومير. المرحلة اللي وراها على طول بترتص او تترص تترتب الكروموزومات في خط استواء الخليه وبنسميه الطور الاستوائي. يبقى هنا الطور او الانقسام الميتوزي لما تترص الكروموزومات في منتصف الخليه هنسميه الطور ايه؟ هيبقى الطور الاستوائي. نكمل بقيه الانفصال.
او بقيه الاطوار. انا قلت الطور التمهيدي، الطور الاستوائي حيث ترتص او تتصف عند الكروموزومات في نصف الخليه. الطور الانفصالي ينقسم السنترومير طوليا وتبتعد الكروميتيدات عن بعض وبتتشد خيوط المغزل وبتنكمش وبتعمل لي مجموعتين عند ايه؟ عند قطبي الخليه. ده اسمه الطور الانفصالي. في الطور النهائي يحدث عكس ما حدث في الطور التمهيدي، يعني الغشاء النووي يتكون والنويه بتظهر والكروموزوم ترجع تتحول الى شبكه كروماتينيه وخيوط المغزل بتختفي وتنقسم الخليه الى خليتين، كل واحده فيهم نفس عدد خليه ايه؟ عدد كروموزومات اللي موجوده في الخليه الام. فده كان الانقسام ايه؟ الميتوسي. بيقول لي اختر الاجابه الصحيحه. انا رجعت كده معاك الانقسام الميتوزي، تعال نبص على السؤال. تختفي النويه والغشاء النووي في الطور البيني، الطور التمهيدي، الطور الانفصالي، الطور الاستوائي. قلنا تختفي النويه فين؟ في الطور التمهيدي. وبتظهر فين؟ نحفظها دي، الاثنين عكس بعض. بتختفي في الطور التمهيدي، بتظهر النويه والغشاء في الطور ايه؟ النهائي. ينقسم السنترومير كل كروموزوم الى نصفين طوليين ويبتعد الكروميتيدات عن بعضها في الطور ايه؟ هنا قال لي بينقسم السنترومير والكروموزوم بينقسم الى اتنين كروماتيد. الحكايه دي بتحصل في اي طور؟ البيني، التمهيدي، الانفصالي، الاستوائي. ينقسم يبقى في الطور ايه؟ الانفصالي. العملية التي يقوم فيها الكائن الحي بإنتاج أفراد جديدة لها صفات وراثية مطابقة للفرد الأبوي تعرف بإيه؟ تكاثر، التكاثر الجنسي، التكاثر اللاجنسي، التكاثر الخضري، ب و ج. طالما قال لي الأفراد الجديدة مطابقة للفرد الأبوي يبقى ده يعتبر تكاثر إيه؟ تكاثر لاجنسي. وفي نفس ذات الوقت التكاثر اللاجنسي بياخد كذا شكل، تبرعم، انقسام ثنائي، انشطار، تكاثر بالتجدد، التكاثر الخضري. يبقى انا لما اجي اجاوب اركز كويس قوي، هينفع معايا التكاثر اللاجنسي وهينفع معايا التكاثر الخضري، لان الخضري اصلا نوع من انواع الايه؟ شكل من اشكال اللاجنسي. فالاجابه الصحيحه تبقى ايه؟ ب و ج. تحتوي على المادة الوراثية من الأبوين ليكون فرد يجمع بين صفات الأبوين، المشيج، الزيجوت، السيتوبلازم. قلنا بتحتوي يعني واحدة من الثلاثة دول بتحتوي على المادة الوراثية من الأبوين ليكون فرد يجمع بين صفات الأبوين، هتبقى إيه؟ الزيجوت. طبعا كاتب لي ولا الكروموزوم، الإجابة الصح هي إيه؟ الزيجوت. يقول هنا في التكاثر الجنسي تتحد الأمشاج المذكرة مع الأمشاج المؤنثة لتكوين. أفكرك إيه الأمشاج المذكرة؟ في الحيوان هتبقى الحيوانات المنوية، في النبات هتبقى حبوب اللقاح. الأمشاج المؤنثة في الحيوان وفي النبات وفي الإنسان هي البويضات. فبيقول لي يحدث اتحاد بين الأمشاج المذكرة والأمشاج المؤنثة لتكوين إيه؟ الأبواغ، الزيجوت، النواة، السيتوبلازم. طبعا الامشاج اتحدت، دي عمليه اخصاب لتكوين الزيجوت، يبقى الاجابه هتبقى ايه؟ الزيجوت. السؤال اللي بعده بيقول لي اذا كان عدد كروموزومات الامشاج المذكره لكائن 20 كروموزوم فان عدد الكروموزومات في خلايا الكبد تساوي. قبل ما احط ايدي في السؤال ابص، هو بيقول الامشاج المذكره اللي احنا عارفين فيها ايه؟ ان من الكروموزومات، يعني نص عدد الكروموزومات. وخلايا الكبد دي خلايا ايه؟ خلايا جسديه، يعني تحتوي على عدد كامل من الكروموزومات. قال الامشاج اللي هو العدد المنصف ب 20، يبقى خلايا الكبد هيبقى فيها ايه؟ يعني رقم ايه؟ ضعف ال 20. يبقى لانه خلايا الكبد دي فيها 2n، يبقى هيبقى الاجابه ايه؟ هتبقى الاجابه 40. بكده رجعنا الوحده الثالثه والوحده الرابعه. الوحدة الثالثة تعالى نفتكر أخدنا فيها إيه؟
أخذنا فيها معنى الكون، معنى المجرات، معنى العناقيد المجرات والمجموعة الشمسية وضرب التبانة، وأخذنا إزاي نشأ الكون، قلنا من الانفجار العظيم، وأخذنا أهم النظريات اللي شرحت لي كيف نشأت المجموعة الشمسية. وقلنا عندي أهم ثلاث نظريات، نظرية السديم ونظرية النجم العابر ونظرية إيه؟ النظرية الحديثة. وكان بتاعة السديم اسم العالم لازم نركز عليه هو لابلاس، والنظرية النجم العابر اسم العالم هم عالمين تشامبرلين ومولتن، والعالم الأخير بتاع النظرية الأخيرة اللي هي النظرية الحديثة كان اسمه فريد هويل. أساس كل يعني الأساس بتاع المجموعة الشمسية في لابلاس كان اسمه السديم، وكان في النجم العابر كان هو إيه؟ أساس المجموعة الشمسية هي الشمس، وفي النظرية الحديثة كان نجم آخر غير الشمس. ده كان بالنسبة لمين؟ للوحدة الأولى. في الوحدة الثالثة اللي هي الكون. في الوحدة الرابعة اتكلمنا عن التكاثر الجنسي والتكاثر لا الجنسي، واتكلمنا على أنواع الانقسام. سريعا مع بعض، الانقسام كان في عندي انقسام ميتوزي وانقسام ميوزي. الميتوزي باختصار ان الخلية بتتقسم الى اتنين فيها عدد كامل من الكروموزومات، وبيحدث في الخلايا الجسدية، وكان الهدف منه النمو او التكاثر اللاجنسي او اصلاح الانسجة التلفة. في التكاثر الميوزي وهو ده عبارة عن ان الخلية بتقسم نفسها الى اربعة عن طريق مرحلتين، الاربع خلايا الناتجة فيها نصف عدد كروموزومات خلية الام. اين يحدث؟ بيحدث في الخلايا التناسلية، وبيطلع لي ايه؟ الامشاج. الهدف منه تكوين الامشاج. هي ايه الامشاج؟ قلنا البويضات او الحيوان المنوي او حبوب اللقاح. طيب ده الهدف منها، بينتج الامشاج عشان عملية التكاثر الجنسي. طيب بعد كده اخدنا ايه؟ صور التكاثر اللاجنسي. صور التكاثر اللاجنسي كانت ايه؟ اولا ايه معنى التكاثر اللاجنسي؟ هو تكاثر عادي بس بيبقى بيلزمه فرد ابوي واحد، والاولاد اللي ناتجه من التكاثر اللاجنسي بيبقى شايلين صفات مطابقه للفرد الابوي، في تشابه شديد لانه بياخد نسخه كامله من كروموزومات الام. انما في التكاثر الجنسي هو عباره عن تكاثر لا محتاج انثى وذكر، والافراد الناتجه بتبقى شايله مواصفات او شايله صفات تختلف قليلا او مغايره قليلا عن صفات الوالدين. واخدنا كمان صور او اشكال التكاثر اللاجنسي، قلنا زي ايه؟ زي الانشطار الثنائي والتجدد زي ما حصل في نجمه البحر، والتبرعم زي ما حصل في الخميره، وايه كمان؟ والتكاثر بالابواغ او بالجراثيم زي ما بيحصل في الفطريات، والتكاثر الخضري. وبكده استرجعنا مع بعض الوحده الثالثه والرابعه، وارجو ان انتوا تكونوا استفدتوا، وشكرا لكم.